السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تلفزيون جمهورية صوماليلاند نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار، نستهلها بأهم وأبرز العناوين. رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدن وافتتاح لطريق جديد. وزير وزارة الشباب والرياضة والسياحة يعقد لقاء موسعا. وزير وزارة الشؤون الداخلية ومؤتمر صحفي يعقده في مكتبه. مدير عام قطاع التلفزيون القومي يصل إلى أرض الوطن. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن النشرة بالتفصيل. افتتح اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدن مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تون ومدينة قول عضي، ويبلغ طول هذا الطريق 5 كيلومترات. وأشار فخامته أن هذا المشروع سوف يعود بالنفع على مواطني ومقيمي المدينتين ويمنع الحوادث المرورية. افتتح اليوم رئيس جمهورية صوماليلاند فخامة أحمد محمد محمود آدن مشروع الطريق الرابط بين مدينتي تون ومدينة قول عضي، ويبلغ طول هذا الطريق 5 كيلومترات. وفي كلمة لفخامة الرئيس أشار من خلالها أن هذا المشروع سوف يعود بالنفع على مواطني ومقيمي المدينتين بالنفع هذا، وسيقوم أيضا بمنع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواح المواطنين هذا، كما تحدث بكلمة عدد من الوزراء من بينهم وزير وزارة المالية معالي عبد العزيز محمد صمالي، ووزير وزارة التخطيط معالي سعد علي شري، ووزير وزارة قصر الرئاسة، وعدد آخر من السلاطين والعقلاء أعربوا من خلال كلمتهم عن ارتياحهم لهذا المشروع الذي سوف يعود بالنفع على كافة مواطنين المدينتين هذا، كما أشار عمدة عاصمة هرقيسة أن هذا المشروع يأتي ضمن تعهدات رئيس الجمهورية قبيل انتخابه رئيسا للبلاد. عقد اليوم وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية صوماليلاند معالي علي محمد ورن عدي مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه لكافة وسائل الإعلان المختلفة. أوضح من خلاله الحالة الأمنية التي تمر بها جمهورية صوماليلاند، مشيرا بأنها في أفضل حال، كما ناشد المواطنين بالحفاظ على ما توصلت إليه البلاد من تقدم. عقد اليوم وزير وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية صوماليلاند معالي علي محمد ورن عدي مؤتمرا صحفيا بمقر مكتبه لكافة وسائل الإعلام المختلفة، وأوضح من خلاله الحالة الأمنية التي تمر بها صوماليلاند، قائلا إنها بأفضل حال على قراء أحداث القليلة من تظاهرات بمدينة برعو، وأعرب عن أسفه لوفاة أحد السيدات، كما أشار أيضا وزير الشؤون الداخلية إلى ضرورة احترام النظام والشروع الدستورية، ويجب على جميع فئات الشعب صوماليلاند احترام القانون. وتطرق أيضا إلى أعمال المؤيد للحزب الوطني واصفا إياها بالهمجية هذا، كما بعث وزير الشؤون الداخلية معالي علي محمد ورن عدي نداءه إلى مواطني صوماليلاند بضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار وما توصلت إليه صوماليلاند من تقدم وازدهار وعدم التهور، لأن قوات الشرطة لن تسامح من يتعرض بالمساس إلى أمن واستقرار الوطن. افتتح اليوم وزير وزارة الشباب والرياضة والسياحة بجمهورية صوماليلاند معالي علي سعيد ريغل لقاء موسعا بفندق إمبريال بالعاصمة هرقيسة. هدف هذا اللقاء إلى كيفية إيجاد فرص عمل للشباب، ويستمر هذا اللقاء لمدة يومين. افتتح اليوم وزير وزارة الشباب والرياضة بجمهورية صوماليلاند معالي علي سعد ريغل لقاء موسع بفندق أمبيريال بعاصمة هرقيسة لعدد كبير من الشباب. وفي بداية هذه المناسبة تحدث بكلمة معاليه، أشار إلى أن هذا اللقاء يعد هو في المقام الأول لصالح الشباب صوماليلاند، كما أوضح أن وزارة الشباب والرياضة تسعى بكافة جهوداتها إلى خدمة ورعاية شباب الوطن، كما أشار أيضا مدير وحدة الرياضة والشباب بالوزارة سعادة عمر علي عبدي، قال إن هذا اللقاء سوف يستمر لمدة يومين، وهو من أجل إيجاد فرص عمل للشباب، وهذا اللقاء أيضا من أجل توصل لاستراتيجية جديدة للتطوير والاهتمام بالشباب بشكل عام، ومحاولة في تلبية رغباتهم هذا، كما تحدث عدد من الشباب أعربوا من خلال كلمتهم عن سعادتهم باهتمام وزارة تجاه الشباب. عاد اليوم إلى أرض الوطن مدير عام القطاع التلفزيوني القومي بوزارة الإعلام والتوعية سعادة خضر حسن علي قاس، ذلك بعد قضاء أجازة بالمملكة المتحدة، وكان لدى استقباله بأرض مطار عقال الدولي بالعاصمة هرقيسة عدد كبير من السلاطين وموظفي وإداري وزارة الإعلام والتوعية والتراث.
عاد اليوم إلى أرض الوطن وبمطار أقال الدولي بالعاصمة هرقيسة مدير عام لقطاع التلفزيون القومي بوزارة الإعلام والتوعية والتراث سعادة خضر حسن علي قاس، وذلك بعد قضاء إجازة بالمملكة المتحدة. وكان لدى استقباله بأرض المطار عدد كبير من السلاطين موظفي وإداريي وزارة الإعلام والتوعية والتراث. وفي المناسبة تحدث السلطان حسين إسماعيل قيلي أعرب عن سعادته بعودة مدير التلفزيون، كما أشار إلى مجهوداته العظيمة التي قام بها وقدمها للوطن. هذا كما تحدث بكلمة سلطان جامع عثمان آدن، تطرق إلى مدى التطور الذي شهده التلفزيون القومي سواء كان بالبرامج ذات فائدة أو الأخبار ذات المصداقية. هذا كما تحدث أيضا بكلمة سلطان إبراهيم صلب نور، رحب من خلالها بعودة مدير القطاع التلفزيون وما قدمه من إنجازات إعلامية. هذا كما تحدث كلا من نائب مدير القطاع التلفزيون سعادة قاسم حسن، رحب أيضا بعودة سعادة خضر حسن علي قاس. هذا وتحدث أيضا عدد كبير من رؤساء الأقسام عبروا عن فرحتهم بهذه العودة الحميدة، كما تحدث بكلمة مدير قطاع التلفزيون القومي سعادة خضر حسن علي قاس، أعرب من خلال كلمته بسعادته البالغة بهذا الاستقبال الكبير، كما أشار إلى أن هذا الاستقبال ليس جديدا على كافة الصحفيين وموظفي وإداريين وزارة الإعلام والتوعية، فهو إن دل إنما يدل على المحبة والتفاهم فيما بيننا. وتعهد سعادته ببذل المزيد من الاجتهادات للارتقاء بالتلفزيون القومي والثقافة بشكل عام، لما لأهمية التلفزة في نشر الثقافة وخلق جيل واعي تماما بما يدور حولهم من أحداث. هذا كما أشار سعادته بأنه أثناء تواجده بالمملكة المتحدة عقد اتفاقات مع عدة شركات تلفزيونية من أجل التعاون المشترك بما يعود بالنفع على التلفزيون القومي. هذا وكما تم الاتفاق مع هيئة فورم 6 واستعدادها لتقديم أجهزة عصرية للتلفزيون القومي، كما تم الاتفاق على تدريب عشرات من الصحفيين التلفزيون القومي في بداية العام القادم. عقد عضو مجلس النواب سعادة محمد أحمد أبسية مؤتمرا صحفيا في مكتبه، تحدث فيه عن المنتدى العالمي الذي شارك فيه بمدينة عمان العاصمة الأردنية للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة وتوضيح مدى خطورتها. عقد اليوم العضو بمجلس النواب بجمهورية صوماليلاند سعادة محمد أحمد أوبسيه مؤتمرا صحفيا في مكتبه، تحدث فيه عن المنتدى العالمي الذي شارك فيه بمدينة عمان العاصمة الأردنية للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة وتوضيح مدى خطورتها. هذا وقد قام التلفزيون القومي بلقاء مع سيادة العضو محمد أحمد أوبسيه، تحدث من خلاله ومشيرا إلى أن جمهورية صوماليلاند استضيفت بهذا المؤتمر، حيث كنت العضو المشارك لجمهورية صوماليلاند بهذا المنتدى، وتركز هذا النقاش هناك حول الحد من انتشار الأسلحة بطريقة غير شرعية. وقال سيادته متابعا: قام التلفزيون القومي بجمهورية صوماليلاند بجولة تفقدية بين عدد من فئات مواطني ومقيمي العاصمة هرقيسة للاطلاع عن رأيهم بخطبة فخامة رئيس الجمهورية أحمد محمد محمود آدم التي ألقاها يوم أمس هذا، وقد أعربوا عن تأييدهم بما جاء بها من تصريحات. استقبل المجتمع الصوماليلندي الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية فخامة أحمد محمد محمود آدم بصدر رحب، كما جمع التلفزيون القومي من خلال جولته آراء المجتمع القاطن بعاصمة هرقيسة نحو القضية الراهنة بمجلس النواب. هذا وقد رحب المجتمع الصوماليلندي ترحيبا واسعا حول الخطبة التي ألقاها فخامة الرئيس، حيث أشاروا بأنها كانت خطبة قيمة وذات أهمية كبرى لدى المجتمع الصوماليلندي أجمع، كما دعوا إلى المجتمع الصوماليلندي بالمحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد، حيث أشاروا بأن الشعب الصوماليلندي الشيء الوحيد الذي يملكه دون سواه في المنطقة هي قضية الأمن، لأجل ذلك يجب علينا المحافظة بها وعدم سماع النداءات العصبية والغبرية التي يستخدمها بعض من السياسيين الذين يفضلون مصلحتهم الشخصية قبل المصلحة العامة. كما دعوا إلى أعضاء ورئيس مجلس البرلمان إلى فض النزاع بينهم وإنهاء الخلافات القائمة، مستخدمين الشروع والقوانين التي بين أيديهم ووضع حد نهائي لها، والرفق والرحمة للشعب الضعيف الذي ولاهم أمرهم لديهم والصدق والإخلاص لهم. أقيمت اليوم مناسبة كبيرة لتتويج بقر إبراهيم محمد حسن قعميري، ذلك بمدينة يوبي التابعة لإقليم سناغ. حضر هذه المناسبة مسؤولو إقليمي سول وسناغ وسلاطين وعقلاء ومثقفين وشباب وضيوف شرف آخرين.
أقيمت اليوم مناسبة كبيرة لتتويج بغر إبراهيم محمد حسن كعميرة، وذلك بمدينة يوبا التابعة لإقليم سناك. حضر في هذه المناسبة مسؤولي إقليمي سول وسناك وسلاطين وعقلاء ومثقفين وشباب وضيوف شرف آخرون. وتحدث في بداية هذه المناسبة عدد كبير من السلاطين والعقلاء بكلمة عبروا عن فرحتهم لتتويج بغر إبراهيم، كما عبروا عن ثقتهم وتأييدهم التامة لبغر إبراهيم. تحدث أيضا مسؤولون ومثقفي وطيوف شرف آخرون بكلمة رحبوا من خلالها بغر إبراهيم، كما سألوا الله أن يوفقه في أداء عمله بأكمل وجه. وتحدث هناك أيضا كل من مسؤولي إقليمي برن وسناق ومدن التابعة لها، أشاروا بأنهم سيعملون معا مع بغر إبراهيم، كما سألوا الله بأن يوفقه بالخير في أداء عمله. وفي الختام تحدث بغر إبراهيم محمد حسن كعميري بكلمة أشار بخلالها بأنه سيقوم بأداء عمله بأحسن وجه، كما تعهد بأنه سيقوم بالعمل في الحفاظ ورفع مستوى الأمن والاستقرار في جميع أقاليم البلاد بعد حفظ الله ورعايته. أعزائنا المشاهدين، وفي الشأن العالمي، أجرى اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي جنرال مارتن ديمسي مع مسؤولين عراقيين وأكراد على رأسهم رئيس وزراء العراق حيدر عبادي، ذلك في مدينة أربيل التابعة لإقليم كردستان العراق، محادثات حول المرحلة الثانية من الحملة التي تشنها التحالف الدولي ضد ما يسمى بالتنظيم الدولة الإسلامية. رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارتن ديمسي الذي حضر حاليا ببغداد يوم السبت أجرى محادثات في عاصمة العراقية وفي أبريل إقليم كردستان مع مسؤولي العراقيين والأركاد على رأسهم رئيس الوزراء حيدر عبادي. والمحادثات تركزت على تنسيق الجهود في حرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وبحث عن المراحل المقبلة من الحملة التي تشنها البلاد ضد التنظيم المتطرف والاطلاع على كثب على سير عملية العسكرية ضد التنظيم المتطرف. أعزائنا المشاهدين، كان هذا آخر نبأ في نشرتنا، حتى نلقاكم في نشراتنا القادمة. دمتم برعاية الله.